السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معي في فيديو جديد. غادي نحضر معكم واحد الوصفه اللي ساهله بزاف. غنوجد معكم كما كتشوفوا معايا بانكيك بلا بيض، وغنوجدوا معكم بواحد الصلصه ديال الشوكولاته اللي كتجي لذيذه بزاف. كما شفتوا معايا البانكيك كيجي خفيف واسفنجي ومكونات جد اقتصاديه. نخليكم مع الوصفة، تبعوا معايا الوصفة. نبداو على بركة الله. هنا غادي ناخدو بول، غنوضعو فيه نص كاس ديال السكر، تقريبا واحد ثلاثة ديال المعالق كبار، وضفت كيس من سكر فاني، ربع معلقة من الملحة، معلقة صغيرة، وغنضيف نص كاس ديال الزيت، تقريبا حتى هي ثلاثة ديال المعالق كبار. وهنا عندي خديت الحليب، كنضيفو ليه المعلقة من الخل، تقريبا جوج كيسان ديال الحليب، جوج كيسان كبار، ضفت ليهم معلقة من الخل وحركتهم مزيان، وكتغطيهم هكا واحد الخمسة ديال الدقيق باش كيرجعو عندنا، كيرجع هداك الحليب تقيل، كيرجع اللبن كيكون تقيل كيما شفتو معايا. صافي، غادي نخلط هاد المكونات مزيان تا كينسجمو. من بعد غادي نضيف الدقيق، جوج كيسان ديال الدقيق، وغنضيف معلقة كبيرة من خميرة الحلويات، غنضفتها مع الدقيق. صافي، غادي نخلطو مزيان، المهم كتخلطو في واحد الاتجاه تا كينسجمو هاد المكونات. كيجينا القوام ديال الخليط على هاد الشكل، كيجي تقيل واحد الشوية. صافي، هنا غادي نضيف واحد المعلقة كبيرة من الخل الابيض، ونعاود نخلط واحد الشوية حتى كيدخل لينا داك الخل مع الخليط. صافي، هنا القوام ديال الخليط كيجي على هاد الشكل اللي كتشوفوا. المهم هنايا الا كان جاكم الخليط ثقيل بزاف، يمكن لكم تضيفوا ليه باقي الحليب. وهنايا صافي، من بعد ما خليت المقلة حتى سخنات، غادي نبدا نطيب في البانكيك على شكل اللي كتشوفوا. المهم هكا كناخذ واحد المعلقه، هكا كناخذ واحد الكميه من الخليط، وكنوضعوه هكا في المقلة على شكل اللي كتشوفوا. صافي، كنخليوه حتى كيبدا ينشف من الفوق، وكنقلبوه على الجهه الثانيه باش يتحمر من الفوق. صافي، غادي نكمل بهاد الطريقه حتى كيطيب ليا الكميه ديال الخليط كامله اللي عندي. صافي، من بعد ما كملت الطياب ديال البانكيك كما كتشوفوا راه كيجي خفيف واسفنجي. دابا غادي نوجد معكم صلصه الشوكولاته باش غادي نزينوه. هنا خديت كاسروله، ضفت فيها جوج معالق من الكاكاو، وضفت معلقه كبيره من مايزينا، وكنضيفو السكر كيبقى على حسب الذوق. انا ضفت هنا جوج ديال المعالق، وغادي نخلطو هاد المكونات مزيان. من بعد غادي نضيفو ليهم واحد الكاس ديال الماء، كنضيفو كاس ديال الماء، الماء عادي ديال الروبيني، ما يكون لا سخون لا والو. صافي، وغادي نخلطو مزيان حتى كينتجمو هاد المكونات.
صافي. من بعد كنضيفو الزيت تقريبا هكا، كنضيفو معلقه ونخلطو مزيان. من بعد كنحطو هاد الصلصه على عافيه اللي تكون مهيله، وكتبقاو هكا تخلطو فيها حتى كتعقد. المهم ما تحيدوش يديكم، بقاو تخلطو باش ما تلصقش، تجمع في التحت. خلطو خلطو حتى تعقد الصلصه. صافي هنا غا بدات كتعقد شويه ونطفي عليها. المهم هاد الصلصه كتجي لذيذه بزاف، يمكن لكم تستعملوها هكا حتى في التزيين ديال الكيك. غا شاركتها معكم شحال من مره، يمكن لكم بلاصه الزيت ديروا الزبده، ولكن الزبده الا غتضيفوها كتخلوها حتى كطيب الصلصه، عاد كتضيفوا واحد المعلقه ديال الزبده. صافي هنا غادي نطفي عليها. شتوها كيف كتجي؟ غا كتجي غزاله بزاف لذيذه. دابا غادي نزين بها هكا هاد البانكيك ونقدمو بالصحه والراحه. نتمنى يعجبكم وتجربوا هاد الوصفه، وما تنساوش لايكات وتعليقات، تشاركوا القناه مع الاصدقاء ديالكم، ونقول لكم بالسلامه عليكم. نتلاقاكم في فيديو اخر ان شاء الله، نخليكم مع التتمه ديال الفيديو.